السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه ما نستفدش من شات جي بي تي ان انا اديله مقالة طويلة مش فاضي اقراها وهو يلخصها لي؟ يعني تخيل عندك سكرتيرة مثلا انت رئيس جمهورية وفي مقالة مثلا، تعال نشوف المقالة مثلا ديت، تمام، وهاجي هنا واقول له لخص لي هذه المقالة. هو يقرا المقاله بقى ومفروض ان هو يلخصها. فممكن يكون عندك ملف بي دي اف، ممكن يكون عندك اي ملف وعايز ان انت مجرد تديله الرابط ويبدا ان هو يلخص لك المقالات. على فكره شات جي بي تي من الافضل الحاجات اللي فيها ذوق فيها ادب. الثانيه يعني شات جي بي تي خدوا فتره ان هو مثلا يلاقوا رد مش حلو فان هم يروحوا مصلحين 3، يعني كان في 1 و 2 وكان بيشتم ويقل ادبه، لكن ده كان خلاص بدا يتحسن، تمام. فبدل ما كنت اقرا المقاله كلها هو لخصها لي في كام سطر، ممكن تقول له لخصها لي في سطرين مثلا. ما بيشتمش، التانيين ببقى خايف ان انا اقول له حاجه فيشتم، تمام. راح ملخصهم لي في سطرين، انا لسه هقعد اقرا. فهو ممكن نعتبرهم سطرين، يعني الحجم بتاعهم صغير. فدي من ضمن المزايا اللي ممكن تستخدم فيها شات جي بي تي. شات جي بي تي ما تخافش منه، اتعامل معاه بشكل حلو، اعتبره اخوك الصغير.